مرحبا بكم، هذه حلقة جديدة من اسأل نحمل فيها أسئلتكم إلى ضيفنا المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط. أستاذ عصام سلطان مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. بداية دعني أخبرك أن جميع الأسئلة الواردة إلينا جاءتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، لديك للإجابة على كل سؤال 70 ثانية. نبدأ من حيث انتهت إليه الأحداث، لماذا لم تشاركون في التعديل الوزاري الأخير؟ احنا لينا التحفظ على الأداء السياسي وانعدام وجود رؤية واضحة لدى حكومة الدكتور هشام قنديل، ولكننا لسنا محاربين للدكتور هشام قنديل ولا للدكتور مرسي. نحن غير مقتنعين بأن ينقلب الخلاف السياسي إلى حرب، فاكتفينا بعدم المشاركة. ثم لما احتاج الدكتور هشام قنديل إلى بعض الكفاءات التي لم يجدها في غيرنا، يعني توجه لبعض أعضاء الوسط وقابلوه، مثل مثلا وزير الآثار الدكتور حاتم صالح، موجود أصلا من فترة في وزارة الصناعة، وده بيبقى فيه اعتبار آخر وهو الاعتبار الوطني وليس الاعتبار الحزبي. الاعتبار الوطني أنها الكفاءات الموجودة في الوسط وفي غير الوسط ملك لهذا الوطن، يجب أن تلبي وقت النداء أينما كان ووقتما كان. عبر فيسبوك ياسر يسألك، ما هو رأيك في هذا التعديل الوزاري بصورة ما فيش شك أن أي تفاصيل تحت عنوان إحنا رافضينه هتبقى تفاصيل مش مقبولة كثيرا. يعني العنوان السياسي لهشام قنديل والشكل السياسي وعدم وجود رؤية وعدم وجود تصور واضح بشأن الوطن وبشأن علاقات الوطن وبشأن علاقات القوى السياسية وبشأن حل الأزمة السياسية وإعلان رؤية واضحة للخروج من المأزق الاقتصادي ورؤية واضحة أيضا لحل المشكلات الأمنية، ده برضو ما يعنيش إن ما فيش إنجازات على الأرض. لا، في إنجازات على الأرض، إنما بما أن إحنا مختلفين حول هذه المعاني الكبيرة، فبالنسبة للتفاصيل أعتقد أنه يبقى تحصيل حاصل لأن لا زال الخلاف هيكون قائم. نعم، يعني إن كنت قد تحدثت عن الدكتور هشام قنديل، محمد يسألك عبر فيسبوك، يعني أنتم تعارضون حكومة الدكتور هشام قنديل وبقائه هو تحديدا، من برأيك الذي سيقبل تولي منصب رئيس الوزراء في هذه المرحلة، وما الذي يمكنه أن يحققه مع اقتراب موعد الانتخابات؟ لا أنا ضد هذا السؤال. كان مبارك دائما عندما يسأل يتقال يعني ما بتجيبش نائب ليه، يقول لك مش لاقي حد. نعم. موقع على الوزير الفلاني ليه، احنا عندنا بعض الوزراء في ايام مبارك كان بقى لهم 25 و26 سنه زي فاروق حسني في وزاره الثقافه، يوسف ولي عدوا 20 سنه في الزراعه وهكذا، فانت ما بتجيبش ليه، يقول لك ما انا مش لاقي. فكره او كلمه انا مش لاقي دي لا تليق بهذا الشعب العظيم العريق اللي مليان. نعم. كفاءات. احنا عندنا شعب مليان كفاءات وبالذات في الشباب، ولو الشباب خد فرصته هيثبت نفسه، فقط نفتح الباب للشباب. سؤال آخر، هجمت المستشار حاتم بجاتو في أكثر من مرة سابقا، لم نسمع لك رأي منذ أن تم اختياره في هذا التعديل الوزاري. بالعكس، أنا رأي أنت سمعتيه الآن وقلته قبل كده، وهو أن الخلاف حول التفاصيل. إذا كنت أنا شايف أن رؤية رئيس الوزراء نفسها مفيش في انعدام في الرؤية السياسية في الرؤية الاقتصادية لمصر في المرحلة المقبلة، فيبقى من باب أولى وجود بعض الوزراء الفرعيين اللي موجودين تحت رئيس الوزراء. نعم. فإنما فكرة الهجوم الشخصي، أنا ضد الهجوم الشخصي، يعني ضد الهجوم الشخصي على شخص، لأنه الشخص إلا إذا كان في حاجة في ذمته المالية أو في مسلكه، خصوصا ما تعلق بالمال العام. ولو عايز نماذج في الأسئلة جايز تيجي نماذج لكده، قضاء. نعم. يعني عنديش أي مشكلة. إنما فيما يتعلق بالأداء السياسي وغير ذلك ما نقدرش نحكم على حد إلا بعد يعني مدة. نعم. ننتقل إلى علاقة عصام سلطان بالرئاسة، يعني أنت كنت من أكثر من دافعوا عن الإعلان الدستوري الذي صدر بناء عن الحديث عن مؤامرة، ما هي أدلة هذه المؤامرة وكيف لم يتم الإعلان عنها حتى الآن؟ أكثر من دافع عن الجزء الخاص بالنائب العام في الإعلان الدستوري أنا، وأكثر من هاجم الجزء الخاص بتحصين القرارات أنا وحزب الوسط. ولذلك نحن الذين يعني قامت على يعني أكتافنا فكرة إلغاء الإعلان الدستوري. نعم. والإبقاء على أثاره فيما يتعلق بالنائب العام. ليه؟ لأن النائب العام، تغيير النائب العام مطلب ثوري. إحنا في من يوم 28 ومن يوم 25 كان فيه هتافات، 25
1/2011 عشان نعم. الناس بتقول ان فكره اسقاط النائب العام دي او المطالبه باقاله النائب العام دي جت بعد كده، هذا لم يحدث، ولكن من اول يوم كنا بنطالب باقاله النائب العام. وبالتالي فكره اقاله النائب العام المستشار عبد المجيد محمود هي فكره اصيله عند الثوره المصريه باعتباره سببا من اهم الاسباب التي قامت من اجلها الثوره المصريه، لانه كان يعتبر الداعم الاكبر لمبارك ولنظام مبارك والحامي الاكبر لحراميه مبارك وفساد مبارك. ولكن يبقى اين الدليل؟ لا ده كل الادله، ده هو ما فيش دليل. يعني هي جميع الادله، جميع فيما يتعلق بالمال العام، فيما يتعلق بوقائع التعذيب والقتل والخطف وغير ذلك، فيما يتعلق بوقائع التعذيب بالوكاله، كان في بعض المعتقلين الموجودين في سجون في امريكا وفي اوروبا، القوانين هناك بتحظر استجوابهم تحت تاثير التعذيب وانتزاع الاعترافات منهم، كانوا بيجوا هنا مصر يتعذبوا ويرجعوا. فيما يتعلق ب التمكين لمبارك والتوريث وغير ذلك، وبالتالي فكرة وجود النائب العام كداعم أكبر وكظهير قوي لمبارك دي كانت فكرة من أول يوم واضحة جدا عند شباب الثورة، إسقاط النائب العام أو إقالة النائب العام. هل ما زلت عند وصفك لجماعة الإخوان المسلمين أنها جماعة انتهازية؟ أنا ما أعتقدش أن أنا قلت أنها جماعة انتهازية في يوم من الأيام، إنما أنا في اختلاف في كثير من تصورات وأفكار وقرارات ومسارات جماعة الإخوان المسلمين، هذا موجود، ولو حبينا نفتح فيه المجال نفتح فيه المجال ونفصل فيه. لكنك قلت في لقاء إعلامي سابق أن جماعة الإخوان المسلمين تتاجر بالدين، و هذا غير صحيح، قولي لي تاريخه بس، أو مع في قناة إيه، أو يعني مع كانت مع إعلامي. الإعلامي إبراهيم عيسى. غير صحيح، كلمة انتهازي دي غير صحيحة. نعم. ننتقل إلى سؤال آخر، ميرفت عبر تويتر تسألك: لماذا تحول حزب الوسط من المعارضة إلى التأييد وأحيانا الترويج لنفس مواقف الإخوان؟ بص أنا هقول لك حاجة، إحنا لازم نقول حاجة، لازم نقول إن فكرة السؤال نفسه، أنا عايز أقول لك نكتة ظريفة. النهاردة كثير من اللي كانوا زملاء وأصدقاء المستشار حاتم بجاتو أعلنوا النهاردة، قالوا ده حاتم بجاتو ده إخوان بس كان خلية نائمة. نعم. ففكرة إن كل الناس إخوان وكل الناس بقت كذا وكل الناس بقت كذا دي فكرة سهلة، يعني تطلق سهلة يعني، ولكنها غير حقيقية. هي عكسها هو الصحيح، نحن الحزب الوحيد الذي رفض الدخول في تحالف مع الإخوان في انتخابات 2011، والذي تركنا وكان يجب أن يكون معنا هو حزب الكرامة برئاسة الأستاذ حمدين صباحي، وكان يجب أن يكون معنا. أستاذ حمدين راح تحالف مع الإخوان ودخل منه 6 في مجلس الشعب اللي فاته، في 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 انتخابات مجلس الشعب اللي فات. ففكرة أن احنا متحالفين مع الإخوان هي فكرة غير حقيقية، غير موجودة، وإنما هي موجودة عند آخرين. الفكرة دي بتطاردهم لأنهم فقدوا أرضية وفقدوا شارع وفقدوا تأييد وفقدوا رصيد و فبيسقطوا هذا علينا، وبالتالي مع قليل من الشرح بتبان. في العلاقة مع القضاء، سوزان تسألك عبر تويتر: لماذا هذا العداء الواضح بينك وبين مؤسسات القضاء؟ يمكن سوزان تقصد بيني وبين المستشار الزند مثلا أو المستشار عبد المجيد محمود، فأنا بقول لها سوزان كلامك صح فيما يتعلق ببعض المستشارين الذين أتوا مسلكا يناقض ويتناقض مع مسلك القاضي. فكرة أن قاضي يشعر أنه فوق القانون دي فكرة أنا هقف لها بالمرصاد. هتتكيف بقى الفكرة أن أنا ضد القضاء يبقى ده تكييف غلط. سوزان الفكرة الصح أنني أقف ضد بعض الشخصيات التي ترى في نفسها أنها فوق القانون. استشار الزند يجب أن ترفع عنه الحصانة، شأنه شأن بقية الناس، يجب أن يكون مواطنا عاديا زيه زيك، يتحقق معه في النيابة العامة. هو رافض يروح النيابة العامة ليه؟ عليه حصانة بعد لما ارتكب عدد من الجرائم بنص مذكرة النيابة العامة، اعتداء على الأرض الناس والمزاد والتزوير والاستغلال النفوذ وغير ذلك. استشار عبد المجيد محمود نفس الحكاية، أنا قدمت المستندات التي تثبت أنه تقاضى أموالا خارج إطار القانون، يجب أن يكون مواطن عادي زي وزيك وزي كل البشر. ليه هو حاطط نفسه فوق الدنيا كلها؟ أنا أعرف عددا كبيرا من القضاة يعاملون أنفسهم بأقل من الناس. نعم. ويعني يخضعون للقانون بأكثر من الناس. لماذا لا يكون مستشار الزند ومستشار عبد المجيد محمود زيهم زي باقي قضاة مصر المحترمين؟ إذن هذا ينقلنا إلى سؤال: هل تجد أنك
يعني أكثر اقترابا من الحق من مجلس القضاء الأعلى أو من وزير العدل فيما يتعلق بنقطة رفع الحصانة عن المستشار أزدند، أو يعني مسألة يعني الخلافات مع النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود؟ دي مش خلافات، دي جرائم يجب ان احنا نسمي الامور باسمائها. نعم. ما هو مقدم بشانه المستشار الزند من مذكره لمجلس القضاء الاعلى بتتضمن عده جرائم جنائيه، جنايات حتى مش جنح. نعم. ما هو منسوب للمستشار عبد المجيد محمود اللي اصل القصه ان وزير العدل السابق المستشار احمد مكي قدم فيا انا شكوى او بلاغ، قال انا ده مش شكوى وبلاغ، ده دي مذكره انا مقدمها للنيابه، انما هي تكييفها القانوني شكوى او بلاغ. نعم. قال لهم عصام سلطان بيقول ان في قضاه خدوا فلوس خارج اطار القانون، حققوا معاه، التحقيق خلص وانتهى الى ان كلامي صحيح وان المستندات اللي قدمتها استعلمت عنها النيابه العامه مكتب النائب العام وجدها صحيحه فضم اصولها. نعم. يعني وجد اصولها صحيحه فضمها في التحقيق وبعتها النهارده الى وزاره العدل. لازم يتخذ اجراء، وزير العدل الجديد لازم ياخد اجراء. لازم ياخد اجراء. يا ايها الناس، يا ايها الشعب المصري، يا ايها المسؤولين، يا ايها الدنيا كلها، الناس كلها زي بعضها، الناس سواسيه، محدش احسن من حد، مفيش حاجه اسمها لان ده كان نائب عام سابق ولا رئيس نادي قضاء انه يحتل مرتبه اعلى من غيره من الناس، زيه زي بواب العماره. قلتم انكم لن تتراجعوا عن قانون السلطه القضائيه، اين هو الان؟ القانون السلطه القضائيه موجود في مجلس الشورى، مفيش حاجه اسمها نتراجع ولا نسحبه، محدش يملك انه يضغط علينا ولا يضغط على نواب الشورى، النواب دول منتخبين من الامه. فكره ان حد يروح يقابل رئيس الجمهوريه يقول له خليهم يتراجعوا، الكلام ده كان ايام مبارك، ان هو يعني سكرتاريه مكتب حسني مبارك هي اللي ترفع السماعه على رئيس مجلس الشعب مبارك عشان يسحب القوانين ويقفل المجلس ويروح. ده الكلام ده كان زمان، انما احنا النهارده نائب واحد في مجلس الشورى يستطيع ان يقيم الدنيا ولا يقعدها، محدش يقدر يقرب منه ولا حد يملي عليه ارادته لانه بيشتغل عند الشعب وجاي من الشعب. احنا عندنا 16 نائب، هؤلاء ال 16 نائب من القوه ومن قوه الحجه والمنطق والقناعه وانهم يستطيعوا ان يقنعوا مجلس الشورى كله ويقنعوا الشعب المصري كله بمشروع القانون المقدم اليوم، وان شاء الله ده هيحصل واحنا مكملين. نعم، يعني اذا في هذه النقطه احمد فتحي يسالك، قانون السلطة القضائية اعترض عليه غالبية كبيرة، يعني المستشار أحمد مكي، وزير العدل، الرئاسة، الإخوان على حد قولك لم يدعموه بما يكفي، مجلس القضاء الأعلى، المعارضة، جبهة الإنقاذ، هل أنتم الوحيدين الأقرب إلى الصحة؟ كان نفسي يعني كان نفسي أخونا أحمد فتحي يقول لي فعاليات شعبية بقى، يعني هو الآن كلها حاجات رسمية وكلها في إطار الحسابات والتوازنات وتصفية الحسابات بين الاثنين. يعني فجأة جابت الإنقاذ بقت بتدافع عن النائب العام القديم اللي كانوا معانا في ميدان التحرير بيطالبوا بإسقاطه، معرفش حصل إيه في الدنيا يعني. نعم. فيعني الحتة دي مش كويسة. فجأة المستشار أحمد مكي اللي كان بيطالب بهذا القانون فجأة بقى بيقول لا، يعني ما قالوش لازم، برضه في تغيير حصل، في مشكلة حصلت. فأنا بس برجو أن يعني يفرق ما بين الذي يدافع عن القانون، الذي يرفض القانون خوفا، والذي يرفض القانون نكاية، والذي يرفض القانون توازنات سياسية، عدو صديقي خلاص، وأن يرى أثر قبول هذا القانون عند فعاليات شعبية. الناس اللي الشاب اللي جايب امتياز ومتاخدش، واللي اتاخد جايب مقبول أو طالع بمادة أو بمادتين فقط لأن ده أبوه نجار أو أبوه خادم في مسجد في الفيوم والتاني أبوه مستشار. المستشار أحمد مكي والدكتور طارق البشري وأيضا المستشار حسام الغرياني أبدوا اعتراضا على قانون السلطة القضائية. للأسف الشديد ما هو ده للأسف الشديد، يعني أنا يؤسفني مثلا إن أنا أقول لك يعني أن كثير من رموز القضاء، من رموز استقلال القضاء اللي كنا نعرفهم من سنين طويلة أنهم رموز من رموز الاستقلال، لما قربنا من بعض المراكز القانونية التي تمسهم وتمس أبنائهم أصبح موقفهم هكذا. يعني كنت اتمنى الا يكون موقفهم هكذا، يعني انا فوجئت وفزعت من كلمه للمستشار طارق البشري بيقول فيها ان النائب العام عبد المجيد محمود احسن نائب عام في مصر خلال 50 سنه اللي فاتت، ما اعرفش يقصد ايه بالظبط. انا فوجئت وفزعت انه حتى الان لم يقل رايه في ان القاضي ياخد فلوس خارج اطار مرتبه، لم يعلن رايه حتى الان، هو اعلن رايه في حاجات تانية وامسك عن الحاجات دي. أنا فوجئت مثلا أن المستشار الغرياني الحركة بتاعة دفعة 2009
في التعيينات اللي هي بتاع التعيينات، لما جت له لم يستطع أن يفعل فيها شيء. نعم، ما هو موقفكم من مؤتمر العدالة؟ مؤتمر العدالة آخر التطورات فيه أنا كتبت عنها النهاردة، اللي أنا سمعته مبارح. أنا سمعت مبارح أن أهم ثلاثة هيشاركوا في مؤتمر العدالة، تم الاستقرار عليهم في مبارح في دار القضاء العالي. نعم. هم المستشار الزند، الأستاذ سامح عاشور، الأستاذ محمد طوسون. وأنا الحقيقة تخيلت حوار لطيف ظريف كده من عندنا مش من عند حد تاني، إن الورقة اللي هيقدمها المستشار الزند هتبقى ورقة عن الأخلاق والوطنية كأساسين من أسس العدالة، وهيجيب فقرات وعبارات من مؤتمراته اللي كان بيتكلم فيها بلفظها وبنصها، خصوصا العبارات اللي قالها في مؤتمر يونيو اللي فات والمؤتمر الأخير بتاع أوباما وأمريكا والكلام ده كله. وأنا تصورت أيضا أن الأستاذ سامح عاشور، ده تصور برضه محض خيال يعني من عندي أنا، أن هو هيتكلم في الملحمة في أصول المذبحة، وهيقول ان اللي عمله عبد الناصر سنه 69 باعتبار ان سامح عاشور ناصري يعني ما كانش مذبحه، لانه اختار قضاه بعينهم واقصاهم، فصلهم من القضاء، فده مش مذبحه. وان المذبحه هو ان يتساوى القضاه مع غيرهم من العاملين المدنيين بالدوله عند سن الستين، لانك كده معناها انك بتختار قضاه بعينهم. وبرضه هيعرض تجربه ابنه، وزي ما المستشار الزند هيعرض تجربه اولاده في القضاء عشان يدي قدوه للشباب. نعم. استاذ توسن بقى، عشان بس معلش عشان اختنا الفاضله، استاذ توسن نفس الحكايه، انا تصورت له ان هو هيقول ورقه بحثيه تحت عنوان اصلح نفسك وادعو غيرك، ودي كلمه قالها الاستاذ البنا الله يرحمه في الثلاثينات، وعمل عليها جماعه عظيمه اسمها جماعه الاخوان المسلمين. وهيعرض فيها تجربته في الدفاع عن احمد قذاف الدم الثائر الليبي العظيم، اللي هو راح ترافع عنه في المحكمة ضد الشعب الليبي الفلول، لأن الشعب الليبي كله فلول والثوار فقط هم اللي هربانين هنا في مصر بيحتموا هنا، فراح الأستاذ توسن دافع عنهم. أنا تصورت أن مؤتمر العدالة هيبقى الثلاث ورقات البحثية الجمال دول. إذن هل يشارك المحامين في مؤتمر العدالة؟ يعني أنا طبعا مانيش طرف في لجنة الإعداد لمؤتمر العدالة، وبصرف النظر المحامين هيشاركوا أو القضاة هيشاركوا أو غيره هيشارك، الذي يعنيني ما الذي سينعكس على الشعب المصري من كلمة العدالة؟ هل ستنجز قضاياهم؟ هل ستتم المساواة بين المواطنين جميعا وسيكونوا بحق أمام القانون سواء؟ نعم. هل سيعين أبناء البوابين والنجارين والسباكين وخدام المساجد اللي جايبين امتياز وجايبين جيد جدا ومعامرتب الشرف وطالعين من الأوائل؟ هذا هو ما يعنيني في مؤتمر العدالة. إذا أنجز مؤتمر العدالة هذه الموضوعات فقد أنجز، أما إذا ابتعد عن هذه الموضوعات وقعد يتكلم بقى في كادر القضاء يعني يجيب لهم شقق إزاي ونجيب لهم عربيات إزاي والحاجات دي كلها، فهو يتكلم ويورد بعيدا عن السرب، ولا قيمة للمؤتمر حينئذ. القيمة الكبيرة لمؤتمر العدالة حين يعني يبدأ في حل مشكلات العدالة التي يعاني منها المواطن البسيط. نعم. بالحديث عن العدالة هذا ينقلنا إلى سؤال رشدي والذي يسألك في قضية تعيين أوائل كلية الحقوق. أضفت علامة استفهام إلى علامتي الاستفهام الخاصتين بالمستشار الغرياني، إلى ما كنت ترمي بهذه العلامة؟ لا، المستشار الغرياني موقفه يعني حين يطلب منه أن يتكلم يسكت. أنا كنت أفهم منه السكوت حين كان قاضيا، لما كان بيشتغل بالقضاء من الممكن أن يسكت ألا يتكلم، لأنه من الممكن أن تكون قضية متداولة أمامه وغير ذلك. إنما لما يحط علامتين استفهام على الورقة بتاعت ابن الأستاذ محمد طوسون جنب التأشيرة بتاعت المستشار عبد المجيد محمود اللي كاتب فيها نجل الأستاذ محمد طوسون يعين وأماضي المستشار عبد المجيد محمود، فقام جاي المستشار الغرياني بعد كده لما بص قام حاطط علامتين استفهام جنب التوقيع ده. طب هو بقى لازم يشرح لنا يفهمنا، لان علامتين الاستفهام زادونا غموضا، هو اصلا كل حاجه غامضه. نعم. فزادنا غموضا على غموض، يقول لنا بقى العلامتين الاستفهام دول هو مش فاهم حاجه، ولا فاهم بس بيستعجب، ولا مبسوط من اللي بيحصل، ولا متضايق، ولا ايه بالظبط؟ في علامتين استفهام موجودين على الورقه بتاعت ابن الأستاذ توسن رئيس اللجنة التشريعية، عايزين نفهم ما المقصود بهما. نعم. أحمد علي يسألك، لماذا لم ترد على اتهامات مرتضى منصور بأنك محامي مجدي راسخ أنت والعوة وأنكم يعني تقومون بالوساطة بين أي واحد عنده أي حاجة
اي ورقه، اي، انا لما كلمت حضرتك على المستشار عبد المجيد محمود قلت لحضرتك الاصالات موجوده برقم وتاريخ وغير ذلك. لما كلمت على المستشار الزند تكلمت بمذكره النيابه المقدمه لمجلس القضاء الاعلى. لما تكلمت على المستشار الغرياني قلت علامات الاستفهام، قلت على ورق ابن الاستاذ محمد وكذا كذا. اما الكلام المرسل فده ببلاش، لا علاقه لي لا بمجدي راسخ ولا بغير مجدي راسخ ولا بفلول النظام تماما، ولا يوجد توكيل. وتحديت الشخص الذي تكلم في هذا الموضوع وغيره، ومصطفى بكري برضو في يوم من الايام قال مثل هذا الكلام. وقلت له لو انت طلعت لي التوكيل اللي بيني وبين مجدر، او حتى مكالمه تليفونيه، او حتى سلام سلمت عليه، او حتى حديث، او حتى شيء، انا مستعد اقبل اللي انت تقول عليه. فلم يستطع اثبات اي شيء، وبالتالي اصبح كلاما مرسلا ضم الى كلام مرسل اخر، وبالتالي لا قيمه للكلامين. محمود عبد الجابر عبر تويتر يسألك: هل أنت عصام سلطان نائب ورئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير راض عن أداء الرئاسة؟ لا، أتمنى أن يكون أداء الرئاسة غير ذلك. يجب أن يكون أداء الرئاسة أول حاجة يجب أن يعلن رؤيته السياسية والاقتصادية لمصر خلال الفترة القادمة. يجب أن تكون ردود الأفعال أسرع وأقوى من هذا. يجب أن يقتحم عدد كبير من المشكلات اقتحاما، وأن يخاطب وأن يبادر إليها مبادرة قوية وواضحة. يجب أن يكون هناك استعانة بالشباب، وبالذات شباب الثورة. وصلنا إلى نهاية هذه الأسئلة، نتمنى أن تكونوا قد حصلتم على إجابات دقيقة لأسئلتكم. شكرا المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط. شكرا مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم في حلقة قادمة. لكم تحياتي، أنا حياة اليماني من الجزيرة مباشر مصر. زي ما بقى في سوق للبلطجة، في سوق للكحول. فين الكحول دوت؟ فين الكحول؟ فين؟ ومحدش عارف فين. مين صباح ولا فين؟ ممكن تكون ميتة، ممكن تكون في الصعيد، ممكن تكون موجودة ومحدش عارف هي مين. لما انت عارف ان هو غلط ما بتروحش ليه تبلغ النيابة؟ هتحافظ على دول؟ سكتت ليه؟ يبقى انت مش هتعرف تحافظ عليه. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الجزيرة مباشر، رسائلكم إلينا إثراء للحوار والنقاش وتبادل الأفكار، وللمحافظة على تفاعل بناء بحوار راق، فإننا ننوه للتالي: لا يمكننا عرض أي رسائل نصية تريد فيها كلمات نابية أو تلميحات عنصرية، تهجم شخصي سواء على شخصيات عامة أو مشاهدين آخرين، رسائل تنتهك القانون أو تشجع على انتهاكه، رسائل تحمل إعلانات تجارية أو حسابات مصرفية.